اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 1 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 7 اند 8 اللي بعنوان رايتنج نمبرز فروم 0 تو 3. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد من الدروس السهله جدا، وهتلاقوا ان انتم عارفين منه حاجات كتير خدناها في الليسونز اللي قبل كده. في جزئيه جديده بس هناخدها اللي هي الزيرو. في عندنا نمبر جديد عايزين نتعرف عليه ما خدناهوش قبل كده، اللي هو الايه؟ اللي هو الزيرو. احنا خدنا في الليسونز اللي قبل كده خدنا النمبر 1 وعرفنا انه حاجه مش متكرره، وخدنا النمبر 2 وعرفنا ان احنا بنكرر ال1 مره واحده، وخدنا 3 وتعرفنا على ال4 وال5. طيب في حاجه احنا ما عرفناش نعبر عنها ازاي او نتكلم عنها ازاي. لو انا يا اولاد ما عنديش من الحاجه دي اقول ايه؟ يعني مثلا ممكن حد يسالني how many oranges you have، معاك كام برتقانه. لو انا بقى معيش oranges او معيش برتقان اجاوب اقول له ايه؟ اقول له I have zero oranges. لما هو يسمعني بقول zero oranges يعرف ان انا معيش من الايه؟ من البرتقان. يبقى امتى نستعمل الزيرو يا اولاد؟ بنعمله كده، نستعمله لما اكون عايز اقول انا معيش من الحاجه دي. طيب لما نحب نشاور بايدينا ونعرف اللي قدامنا ان انا معيش حاجه اعمل ايه؟ نعمل ايدينا بالمنظر ده كده، نقفل كل صوابعنا. احنا قبل كده كنا بنريز الفينجرز علشان نعرف اللي قدامنا ان انا معايا من الحاجه دي. لو انا معايا 1 بريز 1 فينجر، برفع صباع واحد بس. لو انا معايا منها 2 بنريز 2 فينجرز، بنرفع صباعين. طب لو معيش نقفل كل ايه؟ صوابعنا كده. طيب لو هنعبر عنها بالدوتس، ها زي ما انتم شايفين مش عاملين ولا دوت، يبقى ما عنديش اصلا، يبقى زيرو. اوكي، يبقى هنتفق مع بعضنا يا اولاد الزيرو معناه ان انا ما عنديش من الحاجه دي. طيب نيجي نبص على الاكسرسايز الجميل ده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي سيركل ذا نيست ذات هاف زيرو بيردز انسايد. يعني اعمل سيركل حوالين او على النست اللي هو العش بتاع العصفور اللي فيه، ناخد بالنا بقى بيقول لي ايه؟ زيرو بيردز انسايد، اللي جواه زيرو بيردز. يعني ايه؟ يعني فاضي، يعني ما فيهوش حاجه. مين هنا النست اللي ايه اللي فاضي؟ نبص بعينينا، عندي ده وعندي ده، يبقى نعمل سيركل حوالين ده وحوالين ايه؟ وحوالين ده. يلا مع بعضنا يا اولاد نتعرف ازاي نكتب النمبرز بطريقه سليمه. طيب يلا نبص الاول كده على الجراف ده ونشوف هو بيقول لي ايه. كاتب لي فوق زيرو elephants. يعني ايه elephant؟ elephant يعني فيل. طيب زيرو elephants نفهم منها ايه؟ كلمه زيرو يعني ما عنديش منها، يبقى انا ما عنديش افيال خالص في الرسمه. لما نيجي نبص كده على الجراف، هل انا عندي elephants؟ ما عنديش، يبقى we have zero elephants. فهمنا معنى الزيرو يا اولاد؟ حاجه ما عنديش منها. طيب ازاي يا اولاد نكتب الزيرو بطريقه سليمه ويبقى خطنا حلو واحنا بنكتبه؟ نبدا كتابته منين؟ لما نيجي نكتبه يا اولاد نبدا كده، نبدا من هنا كده، نمشي كده ونعمل كده. اوكي يلا نعملها تاني مع بعض. ابدأ من هنا كده وامشي كده واطلع كده. اوكي، اعمل كده واطلع كده. يبقى بتبقى حركة واحدة، ببدأ ناحية الليفت، يعني باجي كده اهو، ابدأ ناحية الليفت واطلع تاني، ابدأ ناحية الليفت واطلع تاني، ابدأ ناحية الليفت واطلع تاني، اكني بعمل سيركل. اوكي، احنا كده بنكتبه بالكبير عشان نتعرف الحركة بتمشي ازاي، لكن بعد كده لما نيجي نكتبه بخط صغير على السطر هنكتبه ازاي؟ هنكتبه كده نفس الحركة بس هنصغر خطنا، تبقى كده اهي، هنعمل كده. اوكي، بس بنمشي ازاي؟ ببدأ ليفت واعمل السيركل واطلع لفوق اهي كده على طول، سهل جدا يا اولاد. طيب ازاي نكتب ال1 يا اولاد؟ هنا بيقول لي 1 ماوس، يعني فور واحد. ادي عندي فار اهو ومش متكرر، يبقى ده لما نيجي نعده يبقى عندي 1 ماوس.
طيب بيقول لي هنا يا اولاد، بيقول لي تريس اند رايت ذا نمبر 1. كلمه تريس يا اولاد يعني امشي على الدوتس. هو هنا بيقول لي ايه ال1 ممكن تكتبه كده، يعني ممكن اعمله كده ايه كده وانزل كده، ممكن اعمل كده، لكن انا عايزكم تتعلموا تكتبوه كده. نطلع اب وننزل داون ونعمل كروس، نطلع اب ننزل داون نعمل كروس، نطلع اب ننزل داون نعمل كروس، نعمل كده. طيب لما نيجي نكتبه بخط صغير هنكتبه ازاي؟ هنعمله كده على السطر كده اهو، شايفين طالع حلو ازاي؟ لازم نتعلم نكتبه بالثلاث حركات دول، نعمل كده وننزل ونعمل كده، نعمل كده وننزل ونعمل كده، نعمل كده ننزل نعمل كده اهو. انا بكتب بسرعه اهو وطالع شكله جميل وحلو. نقعد نعمل كده لحد ما نكتب ال1 ويبقى شكله جميل، علشان بعد كده لما نكتب النمبرز يبقى خطنا حلو. يبقى انتوا في الكتاب بتاعكم تقعدوا ايه تكتبوا كده، اوكي، تعملوا كده على السطر ده كده وتعملوا كده وتعملوا هنا كمان. النمبر اللي بعد كده اللي عايزين نتعلم ازاي نكتبه نمبر 2. هو هنا بيقول لي ان احنا عندنا في البيكتشر دي عندنا 2 دوجز. لما نيجي نبص ادي 1 وادي 2، يبقى ال2 بتعبر عن حاجه والحاجه دي اتكررت مره واحده بس. وعندي برضو 2 فلاورز هم، ادي كده 1 وادي ايه وادي 2. طيب يلا نشوف ازاي نكتب ال2. لما نيجي نكتب ال2 يا اولاد بنكتبها عن طريق حركتين، يعني بنقسم كتابه ال2 على حركتين. ازاي بنعمل كده؟ نعمل كده مره واحده وبعد كده نعمل كروس اللي هي الشرطه اللي بالعرض كده. يبقى ازاي نكتب ال2 مظبوط وتطلع معانا شكلها حلو؟ نعمل كده، نبدا بالقلم بتاعنا كده نعمل الحركه دي وبعد كده نعمل شرطه بالعرض اللي هي الكروس. يلا نعملها كده اهو، نعمل كده وبعد كده كده، نعمل كده وبعدين كده، نعمل كده وبعدين كده، نعمل كده وبعدين كده. شايفين شكلها حلو ازاي وجميل؟ طيب لما نيجي نكتبها بقى على السطر بطريقة صغيرة نعمل ايه؟ هنعمل نفس الحركتين اهو، نعمل كده. شايفين طلع حلوة ازاي؟ اهو كده وكده، كده وكده، كده وكده. مع الوقت هتعملوها بسرعة وهيبقوا خطكم حلو، لكن نعملها كده، نعمل كده وبعدين كده، نعمل كده وبعدين كده، نعمل كده وبعدين كده. هتعملوا انتوا ايه بقى دلوقتي؟ تحاولوا تكتبوها كتير في الكتاب بتاعكم، كل شويه تعملوا كده، تتدربوا ازاي تكتبوا ال2 بطريقه ايه؟ طريقه سليمه. طيب ازاي نكتب نمبر 3؟ هو هنا بيقول لي 3 فروجز، يعني عندي 3 ضفادع، فين هم؟ ادي 1 2 اند 3. طيب نكتب بقى ازاي النمبر 3؟ نكتبه كده يا اولاد، بنعمل حركتين، ادي اول حركه وادي تاني حركه. سهل قوي، ادي اول حركه وادي تاني حركه، وما بشيلش ايدي يا اولاد، يعني ما بشيلش القلم من على الورقه، يعني بنعمل كده اهو كده وكده، ما بشيلش ايدي اهو كده وكده، كده وكده، كده وكده. طيب لما نيجي نكتبه بقى خط صغير على السطر هنعمل ايه؟ نفس الحركتين اهو كده اهو اهو، سهل قوي، سهل قوي. تقعدوا بقى تعملوا دلوقتي، تقعدوا تكتبوا كده كتير ال3 علشان تتدربوا ان انتوا تكتبوها بخط ايه؟ بخط جميل وتطلع معاكم مظبوط. اهي الحركه دي ودي، وما بشيلش ايدي، يعني ما اعملش كده وارفع القلم وبعد كده اعمل كده، لا هي مره واحده اهي، مره واحده اهي، مره واحده اهي، اوكي. يبقى احنا اتعلمنا ال1 وال2 والايه وال3. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نحل الاكسرسايز ده. بيقول لي هاو ماني بيردز ار زير، في عندي كام طائر موجودين، وبعد كده بيقول لي رايت ذا نمبرز، يبقى هنعدهم ونكتب النمبر تحتيهم. نيجي نبص هنا كده، هاو ماني بيردز وي هاف هير، نعمل ايه؟ نكاونت. اكاونت ازاي؟
زي ما اتعلمنا 1 2 اند 3. يبقى اللي انا شايفهم قدامي دول 3، يلا نكتب تحتيهم النمبر بتاعهم اللي هو ال 3. يلا زي ما اتعلمنا نعمل كده وكده. طب هنا شايفين بيردز؟ مش شايفين، يعني ما عنديش. طيب لما يكون ما عنديش حاجه بنكتب ايه؟ بنكتب زيرو. نعمل كده، نعمل كده. طيب اللي بعد كده نيجي نبص على الصوره دي، عندي فيها كام بيرد؟ جاست 1 اهو، قاعد لوحده مش متكرر، يبقى 1 على طول. نكتبه ازاي؟ نعمل كده، ننزل داون وبعد كده نعمل كروس. هنا 1 2، يلا نكتب ال 2. نعمل كده وبعد كده كده. هنا 2 برضو، 1 2، يلا نعمل 2 مره كمان. هنا 1 2 3، نكتب يلا ال 3. اكسرسايز سهل وجميل، ولازم يا اولاد نكتب 1 2 3 كتير، كل شويه كده نعمل كده 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تقعدوا تكتبوا كده 1 2 3 لحد ما تحسوا ان انتوا خطكم بقى حلو وبتكتبوهم بسرعه. يلا نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي ايه. بيقول لي رايت ذا نمبر اوف ريزد فينجرز، يعني هنبص على الايد ديت ونكتب النمبر اللي الايد دي بتشاور عليه. لما نيجي نبص هنا كده ده معناه نمبر كام؟ يلا نكاونت الفينجرز 1 2، يبقى ده معناه 2. نكتبها ازاي كده؟ بنعمل حركتين، نيجي كده وبعد كده كده. هنا 1 2 3، يلا نكتب 3 ما بشيلش ايدي. هنا نكتب ايه؟ نكتب 0، ما رفعناش ولا فينجر. نكتب ازاي الزيرو كده ونمشي ليفت ننزل تحت وكده نطلع اب. طب وده سهل جدا، ال 1 نطلع اب ننزل داون وبعدين كروس اللي هي شرطه بالعرض كده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ كومبليت دروينج الهارت تو جيت ذا ريتن نمبر، يعني يلا نكمل رسم القلوب لحد ما نوصل للنمبر اللي مكتوب. وبعد كده بيقول لي رايت ذا نمبر اوف هارتس يو درو. هنا عندي 3، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى لازم هنا يكون عندي 3 هارتس، في عندي واحد هنا اهو، يبقى نعمل كمان ايه؟ نعمل كمان 2، لان انا هعمل واحد هنا اهو كده، يبقى هما الاثنين كام؟ 2، فاضل لي كمان واحد اهو، يبقى دول 1 2 3. طيب يلا نكتب ال 3 اهي. هنا عايزنا نرسم هنا 2 هارتس، عندي هنا واحد، يبقى اعمل كمان واحد. يلا نكتب ال 2. طيب اللي بعد كده بيقول لي 1، ال 1 موجود عندي اهو، يبقى هنعمل ايه؟ هنكتب ال 1 بس. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي كاونت وبعد كده رايت ذا نيومرال. نيومرال يا اولاد يعني النمبر، يعني اكتب النمبر. يلا نبص اول واحده، يلا نكاونت 1 2، يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب 2. هنا 1 نكتب 1. طب وهنا؟ يلا نكاونت 1 2 3، نعمل 3. طب هنا شايفين حاجة؟ مش شايفين حاجة، يبقى ما عنديش حاجة، نعبر عنها بإيه؟ نعبر عنها بزيرو. يلا اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي count the number of dots in each hat. count يعني يلا نعد، نعد ايه؟ عدد الدوتس اللي على كل ايه؟ اللي على كل هات، اللي على كل برنيطه كده. وبعد كده write the numeral يعني اكتب النمبر بتاعنا. نيجي نبص هنا عندي 1 2، يلا نكتب هنا 2. طب وهنا؟ ما عنديش دوتس، اعمل ايه؟ اكتب 0. هنا 1 2 3، نكتب 3. وهنا عندي واحدة بس، يبقى نكتب 1. يلا مع بعضنا نحل الاكسرسايز ده. بيقول لي count each set of pictures، يعني يلا نعد كل مجموعة من الصور، وبعد كده write the number in the boxes below، يعني نكتب مع بعضنا النمبر اللي بيعبر عن عددهم في الصناديق اللي تحت، وبعد كده color the pictures. أنا هسيب لكم بقى الإيه؟ الصورة الجميلة دي أنتوا تلونوها، وهنطلع بس الحاجات اللي فيها. بيقول لي ايه؟ هاو ميني، كم عدد؟ هنا بيشاور لي على السيركس اللي هو فين؟ اللي هو ده، عندنا منه كم واحد؟
عندنا منه واحد بس، يبقى نكتب جنبه ايه؟ نكتب جنبه 1. نكتب هنا كده ال 1. طيب الليون عندنا كام ليونز؟ نيجي نبص كده، عندي 1، عندي 2، عندي 3. يبقى نكتب نمبر كام؟ نمبر 3. هنا البالون عندي كام بالونز؟ نيجي نبص كده، عندي 1، عندي 2، عندي 3. يلا نكتب 3. المونكيز عندي كام واحد؟ يلا نبص، عندي 1 2 جاست 2. يلا نكتب 2. بعد كده الفلاور عندي كام فلاورز كده؟ نيجي يلا نبص، عندي 1 عندي 2. نكتب 2 مره كمان. احنا بنعمل الكلام ده ليه يا اولاد؟ عشان نتاكد ان احنا بنعرف نكتب النمبر صح. طيب الامبريلا عندي كام واحد؟ عندي واحده بس هنا، يبقى نكتب 1. البول عندي كام واحدة؟ نبص نبص بعينينا، مش موجود منها خالص. طالما مش موجود منها نكتب ايه؟ نكتب 0. يلا نعمل another exercise. Count and write the number of each item. احنا قلنا item يا اولاد يعني حاجة موجودة عندي في الرسمة. الرسمة جميلة قوي، فيها عندي ducks وفي عندي fishes، عندي هنا دي butterfly، وعندي هنا بوت، وعندي فلاورز، وعندي فروج. يلا نشوف هو طالب ايه. عايزنا نكاونت البترفلايز. نيجي نبص كده، يلا نعدهم. عندي هنا 1 اهي على الشجره اهي، ادي 1 2 اند 3. يبقى يلا نكتب نمبر 3. نكتبه ازاي؟ بنكتبه كده. طيب الفلاورز عندي كام واحده؟ يلا ادي 1 وادي 2، يبقى نكتب 2. هنا الدكس عندي كام واحدة؟ ادي 1 و 2، يبقى نكتب 2. هنا المشروم ده عندي منه كام واحدة؟ يلا نبص، عندي واحدة هنا اهي، 1 بس، يبقى نكتب 1. يلا نبص على الكاتس، عندي كام كاتس في الرسمة؟ نبص بعينينا مش شايفين ولا كات، يبقى أنا ما عنديش أصلا كاتس، يبقى نكتب إيه؟ نكتب 0. البوت عندي منه كام واحد؟ نبص هنا، عندي 1، يبقى نكتب 1. يلا نبص على الفروج، عندي واحد بس اهو، يبقى نكتب 1. والفيش عندي منها كام واحدة؟ عندي 1 2 اند 3، يبقى نكتب 3. حاجات سهلة وجميلة. كل اللي احنا عايزينه من الليسون ان احنا نتعلم نكتب النمبر بخط حلو، وتبقى ايدينا مش متلخبطة وهي بتكتب النمبر. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز ده. زي ما انتم شايفين احنا خدنا الليسون اللي فات الشكل ده، ده اسمه ايه؟ اسمه النمبر لاين، الخط اللي بنكتب عليه النمبرز. ودايما بيبقى النمبر الصغير موجود على الليفت والكبير موجود على الرايت، وكده بنمشي فورورد وكده بنمشي باكورد، يعني كده بننزل لتحت وكده بنطلع لفوق. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي write the missing numbers on each number line، يعني في كل number line من هنا هنكتب النمبر الناقص. وبيقول لي the first one is done for you، اول واحد ده معمول لنا علشان نعرف ايه المطلوب مننا. هنا الزيرو بدأنا بيه اولاد، لان الزيرو قبل الون. الزيرو يعني ما عنديش حاجة خالص. لما همشي فورورد وهزود 1 أوصل لمين؟ لل 1. ال 1 لما زود عليها كمان 1 توصلني لل 2، وال 2 لما زود عليها كمان 1 توصلني لل 3. طيب النمبر لاين اللي تحتيه مين الميسنج نمبر؟ مين النمبر الناقص؟ هنا 0، بعد الزيرو ايه؟ بعد الزيرو 1. وهنا بعد ال 0 1، بعد كده 2، يلا نكتب 3. طبعا احنا اتعلمنا ازاي نكتب النمبرز بخط جميل. يلا هنا اللي تحتيها ادي 0 1 2، وطبعا ال 3 مكتوب. يلا هنا 0 1 2 3. الاكسرسايز ده بيدربنا ازاي نكتب النمبرز بخط حلو. هنا
يبقى 0 1 2 3 واللي بعديها يلا نكتب ال 0 1 2 3 اخر واحده معانا 0 1 2 and 3. شايفين انا بكتبها وخطي حلو ازاي؟ علشان اتعلمت ازاي اكتب النمبرز صح. يلا مع بعضنا يا اولاد نحل شيت 3. بيقول لي ايه؟ بيقول لي count the flowers write the number، يعني يلا نعد الازهار وبعد كده نكتب النمبر. عندي هنا 1 2 3 يبقى نكتب ايه؟ نكتب 3. هنا هل في عندي flowers؟ مفيش. طب مفيش دي يعني اكتب ايه؟ نكتب 0. اللي بعديها عندي هنا ايه؟ عندي just 1 يبقى نكتب 1. هنا ادي 1 2 يبقى نكتب 2. طيب يلا نبص هنا بيقول لي ايه؟ circle the animals which have 4 legs. يلا نعمل circle على الانيمال اللي ليه 4 legs. السبارو ده، العصفور ده ليه 4 legs؟ لا ده ليه 2 بس. والسبارو التاني ده ليه برضه 2. طيب هنا الدوجز ليه قد ايه؟ 1 2 3 and 4 يبقى نعمل سيركل. الكاو ليها كام ليجز؟ هم 1 2 3 and 4 نعمل سيركل. الماوس ده ليه كام ليج؟ ادي 1 2 3 and 4 يبقى نعمل سيركل. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي سيركل ذا فيش ذات هاز ا ديفرنت سايز، يعني عايزين نعمل سيركل حوالين الفيش اللي الحجم بتاعها different يعني مختلف. يلا نبص بعينينا نلاقي ايه؟ دي ودي ودي قد بعض. مين فيهم اللي different؟ ديت. يبقى نعمل عليها circle. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي بيقول لي color to show how many of each item. دي خدناها الليسون اللي فات اللي هي الجراف. يلا نشوف نعمل الجراف ده ازاي. لما بص هنا هو عايز يعرف في عندي كام من الشيب ده او من الايتم ده. اعمل ايه؟ نروح هنا ونعدهم. عندي كام واحده؟ عندي 1 عندي 2. يبقى نكلر هنا 2 بوكسز. ادي كده 1 ادي كده 2. الايتم اللي بعد كده عندي الترينجل ده، يلا نكاونت. ادي 1 2 مفيش في واحد اهو 3. يبقى عندنا 3. يبقى ان كلر 3 بوكسز. ادي 1 2 اند 3. يلا نشوف السكوير عندي منه كام واحد. ادي 1 2 3 اند 4 يبقى هنكلر 4 بوكسز. ادي كده 1 2 3 اند 4. يلا اللي بعد كده الستار عندي منها كام واحده؟ ادي 1 2 3 4 اند 5 يبقى يلا نكلر 5 بوكسز. ادي كده 1 2 3 4 اند 5. بعد كده مين؟ الريكتانجل عندي منه كام واحد؟ يلا نبص عندي واحد بس يبقى يلا نكلر 1 بوكس بس. ادي كده 1. بيسألني بعد كده بيقول لي يا أولاد، بيقول لي circle which item there is the least of. مين عندنا الايتم اللي عندي منه أقل حاجة؟ نبص على الجراف مين عنده أقل بوكسز؟ اللي هو الريكتانجل عنده 1 يبقى نعمل عليه circle. وبكده يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية الليسون. ليسون سهل وجميل. أهم حاجة في الليسون ده ان احنا نعرف ازاي نكتب النمبرز صح. انا طالب منكم بعد ما تتفرجوا على الفيديو تبتدوا تدربوا نفسيكم ان انتوا تكتبوا ال1 وال2 وال3. يعني نيجي كده على الصفحه بتاعتنا نكتب 1 وجنبيها 2 وجنبيها 3. اوكي، ونقعد نكتبهم كده لحد ما نتاكد ان احنا بنكتبهم بخط جميل وبنعرف نكتبهم بسرعة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.